احمد الشناوي خسر لما ساب الزمالك طب آه. طبعا 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 اه طبعا ليه طب راح منتخب جو لا لعب اساسي بنسبه ان شاء الله 80% في المية في الزمالك كان 90 وكان بنفسه جنش م. وفي اي حاله انت في قالوا الزمالك بتلعب او احتياطي او بديل عليك اضواء شنو وراجل صديق يعني بقاله دي ما بيلعبش كتير مم. حد سمع عنه حاجه مم. هي دي يرجع بابه. الزمالك ولا من زعوا بالقرار الاداره انا بتكلم فنيا لا, لا لا ليه اولا في ثلاث اجوان في الزمالك مم. وهو اللي ساب الزمالك ايوه عشان ثلاث جو... في ثلاث تجوان في الزمالك ولا علشان ساب الزمالك الاثنين الاثنين النادي هيرجع لعيب يبقى انت محتاجني صح م. او هتيجي تلعب اساسي انت في ثلاثه قدامك ابو جبل حاليا نمره واحد وفي جنش وعواد خلاص هو يروح فين في الثلاثه هيلعب اساسي مش هيلعب اساسي عواد يعني ممكن يمشي من الزمالك لا لا, لا جون كويس جدا وفي محمد صبحي كمان م. خلينا في عواد هو في فتره زي المدربين وانا منهم بتبقى موفق فتره كويسه قوي قوي وكرفك بينزل عادي لكن عواد جون كويس جدا اسماعيلي الوحده زمالك عدم توفيق في ماتش او ماتشين ده ممكن يرتاح لمصلحته كمان خلي المدرب ممكن المدرب ما بيخاف عليك يريحك في وقت بمعنى كده بنقول احنا انت مش شايف دلوقتي فارتاح لغايه ما ترجع تاني هو ده اللي حصل ودي الحياه لكن انت بتنصح ان الزمالك ما يسيبش عواد فيعني في نهايه الموسم لو الموسم كمل يعني اتمنى ان احنا عندنا ازمه حراس في الزمالك في كل في مصر يعني. في مصر ويمكن الدول العربيه حتى السعوديه جاب يعني من ضمن المحترفين حارس مرمى